ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحلى مشاهدين في الدنيا، مشاهدين قناة وصفات رهيبة مع رشا. ما تنسوش يا جماعة لو مش مشتركين في القناة نشترك كلنا، علشان كل يوم بننزل وصفة جديدة وصفة مفيدة ليكي. وما تنسيش تفعلي الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد أول ما ينزل، وتكوني أنت أول واحدة شايفة فيديوهاتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحلى أخوات أحلى مشاهدين أحلى أمارات في الدنيا كلها، محبين ومشاهدين وصفات رهيبة مع رشا. إزيكم يا أماراتي؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال دايما. بطلب منكم قبل كل حاجة تدعوا لحبيبة قلبي مدام روحية معانا على القناة، كانت قالت لي خلي اخواتي يا رشا يدعوا لي على القناة، بقالها 15 سنة ونفسها في بيبي. ربنا يا رب يرزقك بالذرية الصالحة ان شاء الله عن قريب. وما تنسوش طبعا تدعوا لدعاء حبيبة قلبي من العراق، هي وجوزها محمد ناجي، ربنا يا رب يرزقكم برضو بالخلف الصالح ان شاء الله يا رب على رمضان كده، تكونوا انتوا الاثنين يعني سامعين البشارة وربنا يكبر خاطركم انتوا كل مشتاق. النهارده حبايب قلبي هنتكلم على وصفه حلوه جدا لانبات الشعر او للشعر المتساقط او لحبايب قلبي اللي هم مرضى السرطان. وكانت استاذه نبيله حبيبه قلبي ادعوا لها يا رب بالشفاء هي كمان، كانت طلبت مني قالت لي يا رشا انا كان عندي كانسر وكان شعري وقع طبعا عشان الكيماوي، فعاوزه حاجه لانبات الشعر. الوصفه النهارده دي هديه مني لكل من فقد شعره سواء بقى كانسر او اي مرض فتسبب له ان شعره يقع. وصفة النهاردة سهلة جدا جدا جدا، الوصفة النهاردة تعتبر اصلا مش وصفتي، الوصفة النهاردة وصفة الفنانة الجميلة اللي هي فريدة سيف الدين او سيف النصر، سيف الدين ولا سيف النصر، سيف الدين. بقالكوا فترة، بقالي فترة على القناة كذا حد عمال يبعت لي يقول لي يا رشا لو سمحتي اتكلمي عن الوصفة بتاعة الفنانة فريدة. الفنانة فريدة دي لو انت مش عارفاها حبيبة قلبي، هي كانت كده من جيل الثمانينات على اول التسعينات، وكانت من الموزز الحلوة كده طول بعرض كده وحاجة امورة، وكان شعرها حلو جدا. كانت بتعمل مسرحية واحدة بنت حلال كده، عارفة ولاد الحلال كتير، فبتقول لها ايه اللي انت ده شعرك ده باروكة، لا ده احنا مش متخيلين ان ده شعر حقيقي، لا دي باروكة واحنا مترهنين. بتقول لك في نفس تلك ذلك اللحظة بتنط، راحت وقعت كده من على زي حاجة، قشطت كل ظهرها وبعديها شعرها ده كله وقع. بتحكي في البرنامج لو انت عملت سيرش بعد ما تخلص الفيديو ان بتقول لك ما بقاش عندي ورا شعر حرفيا، يعني بتقول لي ساعتها لصفاء ابو السعود كانت هي المستضيفاها، بتقول لها كان عامل زي كده، عارفه الحته دي كده اللي هو ما فيش مش بيقع، هو خلاص بتقول لك يعني كل شعري حرفيا وقع وبقى زي ايه جلد ايدك كده بمعنى اصح. طيب عملتي ايه يا فنانه فريده عشان شعرك يطلع كده او كده يبقى بالجمال ده ويرجع تاني لدرجه انك تقول لك كل شويه كل اسبوعين ولا حاجه قصه زهقت منه؟ طب ايه اللي انت عملتيه؟ قالت لك واحده بنت حلال، انا جربت وصفات وجلسات وحاجات كتير مفيش حاجه نفعت، لحد ما جت واحده بنت حلال قالت لها جربي حطي المستردة. طبعا كلنا عارفين المستردة اللي هي زي الكاتشب دي اللي احنا بنحطها على السندوتشات بتاعتنا. طب ليه؟ ايه الفكره فيها؟ الفكره فيها ان هي بيبقى فيها خردل. الخردل ده من الحاجات التحفه جدا، مذكور في القران مثقال ذره من خردل. الخردل ده من الحاجات الحلوه جدا جدا في انبات الشعر. فعشان اخواتي في الدول العربيه ما يجيش انا دلوقتي لو قلت لك الطريقه بتاعت عمل المستردة هتقول لك طب انا مش لاقيه الخردل اجيبه منين؟ طب اسمه ايه في الدول العربيه؟ لا انت حبيبه قلبي عندك مستردة، ما فيش كده كاتشب جنبي مستردة على طول. هتلاقيها موجود عندك. فمن ضمن مكوناته لما طلعت الفنانه فريده اتكلمت في الموضوع ده قالت لك الخردل، والخردل ده طبعا رهيب في انبات الشعر. طبعا بيتحط عليها ثوم، وحدث ولا حرج عن الثوم وفوائده المذهله في انبات برضو الشعر، يعني حتى الناس اللي عندها ثعلبه يقول لك هاتي فص ثوم كده اقطعيه وخديه كده زي ما هو واعملي بيه فروه راسك كده، هيشيء هيطلع معاكي وهينبت الشعر. عليه خل، الخل حلو جدا برضو في انه حلو برضو ان هو بينبت لك الشعر او ان هو بيشيل القشره، فبالتالي فبيدي مجال ان الشعر بتاعك يتقل او ان شعرك يطلع. سبق قبل كده كلمتك قلت لك لما شعرك يكون فيه قشره استحاله شعرك هيكون اصلا شعرك كويس، استحاله فيه شعر دهني ناعم وعنده قشره. القشره زي بتسد لك كده بصيلات شعرك ولا بيعرف يطول، وهتلاقيه متقصف وهتلاقيه ناشف وهتلاقيه حاجات كده مش لطيفه. فالخل برضو من الحاجات التحفه جدا في الوصفه بتاعتنا. بفيه كركم، طبعا الكركم رهيب جدا سواء للبشره سواء للشعر، ومن الحاجات الجميله جدا. في جنزبيل برضو، الجنزبيل جميل جدا. عايز اقول لك ان الوصفه دي قد يكون ثلاث اربع مكوناتها مذكورين اصلا في القران، يعني حاجه تحفه سبحان الله كنز رباني حرفيا في كل الوصفه ديت. فبدل ما يروح قلبي هتمشي تلمي كركم
وتروحي تجيبي جنزبيل وتروحي تجيبي مش عارفه ايه ايه وخردل، ويا عالم هتلاقيه بره او مش هتلاقيه بره، فعليكي وعلى انك انت تشتري المستردة جاهزه، علبه عاديه كده زي اللي احنا بنجيبها نحطها في السندوتشات بتاعتنا وتستخدميه لشعرك. بس نصيحه من اختك الصغيره، هتعملي ايه يا قمر؟ فصين توم بس، كل مره هتيجي تستخدميه هتفضي الشويه اللي انت هتحطيهم في قلب طبق، وتجيبي لي بس كده فصين توم فريش وتروحي طحناهم ورمياهم على الوصفه دي. عندك معلقه من زيت زيتون يا حلاوته، زيت الذره يا قمرته. زيت الذره قلنا قبل كده من زيوت القمر جدا، اللي بتطول الشعر واللي بتغذي بصيلات الشعر ومهدور حقه. يبقى انت هتاخدي المستردة زي ما جبتيها من عند الراجل، هتحطي لي بس فصين ثلاثه من التوم المهروسين، وتحطي لي عليهم معلقه من زيت الذره او من زيت الزيتون. هنستخدمه ازاي يا رشا؟ عادي هتحطيه على فروه شعرك، شعرك بقى يبقى طبعا نضيف كده ما فيهوش زيوت وما فيهوش اي حاجه، هتحطيه على فروه شعرك وتدعكي كويس جدا جدا، وتلبسي بونيه، تلبسي كيس، تلبسي اللي موجود عندك، وتسيبيه ساعه ساعتين يتشرب كده من الخليط القمر ده، وبعد كده تشطفي شعرك وتخرجي تحطي اي نوع كريم او اي نوع زيت من اللي احنا قلنا عليهم على القناه او اللي احنا عاملينهم، عاملين سيرم منتهى القمر وعاملين كريم للشعر منتهى الجمال. استخدم الوصفة دي قد ايه؟ استخدمي يا قلبي لحد لما انت ذات نفسك تقولي لا ده خلاص، هي ذات نفسها ما شاء الله طلعت تقولك انا زهقت من شعري، بقيت كل شوية اقص يطلع ويقص يطلع. انت مش متخيله يعني الحلقه الصراحه كانت عامله ازاي، لا تقول لك زهقت منه وعماله اقص اقص، يعني انا عاوزاك توصلي للليفل ده، اول ما توصلي للليفل ده خلاص وقفي الوصفه، فمحدش يقول لي طب انا استخدمها قد ايه، لحد ما انت فعلا شعرك بقى ما شاء الله تلاقيه طلع كده وبقى تقيل ووصل للي انت عايزاه وقفيها. كده كده حاجه بسيطه مش فيها حاجات كيميكال فاللي هتبوظ شعري، لا ده يا رشا الحاجات دي على المدى البعيد هتبوظ شعري، بالعكس ده هي كلها حاجات لطيفه جدا للشعر وحلوه جدا، سواء زي ما بقول لك اصلا يعني كنز رباني، مش هتعالج تساقط ده هتعالج، هتنعم لك شعرك، هترطب لك شعرك، كل حاجه من اللي احنا قلناها دي للشعر رهيبه. طب يا رشا انا مش لاقيه المستردة في المنطقه بتاعتي وده استحاله، ولا انا اصلا لاقيه الخردل ولا الجنزبيل ولا لاقيه المكونات دي، في وصفه تانية للانبات وللتعلبه وللتساقط اهي يا حبيبه قلبي، في وصفه ممتازه جدا جدا برده كنا قلناها على القناه من الوصفات القمر، لو انت ما لقيتيش المكونات بتاعت وصفه النهارده اكتبي لي تحت في التعليقات وانا احط لك اللينك بتاعها، يبقى معاكي الوصفه دي ومعاكي الوصفه دي، اقوى وصفتين لانبات الشعر. يا رب اكون قدرت افيدك يا استاذه نبيله، ربنا يا رب يشفيكي ويعافيكي انت ومرضى السرطان جميعا. بالله عليكم بالله عليكم بقى تشيروا لي الحلقه دي عندك على صفحتك على الفيس، عشان لان في كتير حبايبي مرضى السرطان مشكله شعرهم دي طبعا ربنا يا رب يعافيهم ويصبرهم، فبليز بس شيري لي الفيديو ده النهارده على صفحتك على الفيس بحيث تفيدي بيه اي حد. والحمد لله على سلامه الفنانه فريده، فرحت والله لما شفت الفيديو، ما كنتش يعني هو الفيديو عايز اقول لك ان هو من كام سنه لسه شايفاه اليومين دول، فرحت جدا منه، حاجه لطيفه وحاجه بسيطه، وزي ما بقول لك ده يكفي ان كل مكونات الوصفه مذكوره في القران، فده لوحدها يعني حاجه كويسه. اتمنى الوصفه تنور رضاكم يا اماراتي، ما تنسيش اللايك.